أنا محمد، أو لكن ما كيعيطوا لي صحابي سيمو. فعمري 10 سنين وعايش مع والديها، قدروا نقوله غير مع الوالدة، أما الوالد غير بسمية. بسبابه عانيت بزاف في حياتي، هو اللي خلاني نولي في هاد الحالة، عمره خلاني نحس بلي أنا ولده وهو با. ملي كانوا الوالدين اللي قارين كيعاونوا ولادهم في القرايه، حتى اللي ما قارينش كيحسوهم بالاهتمام بالمستقبل ديالهم. الوالد كان ما كيديهاش فيا، فين ما طلبت منه يعاونني في شي حاجه كيقول لي سير بعد مني، ما عنديش وقتك. ملي كانوا الوالدين كيخليو ولادهم يلعبوا في الزنقه وكيخليوهم يعيشوا الطفوله ديالهم، الوالد كان فين ما يجبرني كنلعب كيغوت عليا ودخلني الدار بزز مني. الا خرجنا انا وياه وخا هادشي كيوقع غير مره في العام، كان في ما يتلاقى صحابه مع ولادهم كيعاملهم مزيان، كيضحك معاهم ويدبر عليهم، وانا اللي ولده عمره دبر عليا ولا قال لي كلمه معوطه في الناس. الوالد عمره ما فرحني وشرى لي حوايج العيد بحالي بحال عباد الله. دايما كنشوف صحابي مهليين فيهم والديهم، انا دايما في حالي الى ما كيناشي اصلا. الوالد نهار اللي جبت له سنيني ورقه امتحان سيب عليا وغوت عليا، قال لي كلام جرحني بزاف وخا كنحاول نرضيه ساعه هو ما كيحشي بيا. يا شحال ما بغاش يتنسى لي داك النهار ملي خرجت مع الوالد وشفت الاباء مع ولادهم كيلعبوا معاهم ويضحكوا وعايشين بخير. وفي نفس الوقت حتى انا تمنيت لو كان الوالد يعاملني بحال هيدا ونكون اسعد واحد في الدنيا. حتى النهار اللي خرجنا مع الوالده ما خلانيش حتى نفرح ويشري لي ولو لعبه نزلها غير في الدار ونقول وانا فرحان الوالد شراها ليا. كالعاده ضربني في وسط الشارع وحدا الناس وكملنا الطريق، حتى لعبه ما نستاهلهاش. الوالد كان كيقمعني في أي وقت، الصباح في العشية برا ونداخل، ما عرفت واش ندم على شو ولدني أو لا أنا فيا شي حاجة ما خلاتوش يحملني حتى لهاد الدرجة. فكر مزيان ديك النهار اللي كنت كنلعب فيه فوق سداري بحالي بحال كاع الدراري الصغار وسيب عليا التيليكوموند. أما مني كينوض يضرب الوالدة فهذه قصة أخرى. الوالد ما كانش كيخليني نتفرج في الرسوم، كان ديما كيزول لي التيليكوموند من يدي ويقلب يتفرج هو في مشاكل الناس ويخلينا احنا غارقين فيها. الوالد كان كيضربني باي حاجه في يده، التيليكوموند، الصمطه، الصنداله، وانا كنتخبع مور الوالده وكنبكي. الوالد كان صعيب بزاف، الوالد عمره ما عاوني، الوالد كان كيقمعني ديما. الوالد الوالد الوالد